معك عبد الله عتيبي الطايف. كل عام وانت بخير وشهر عليك مبارك من الطايف. وانت بخير ان شاء كيف الله. كيف الجو في الطايف؟ والله الجو ممتاز. وكيف الفطور اليوم؟ والله الحمد لله نعمة. طيب الحماس كيف؟ ممتاز. لا ان شاء الله متحمسين. يلا 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 ناخذ السؤال يلا. الو الو اي نعم يلا ناخذ السؤال. ناخذ السؤال. السؤال يقول يا عبد الله في أي عصر من عصور الدولة السعودية الثلاث أصبحت الرياض عاصمة الدولة ومقر الحكم؟ عندنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول الأولى، الثاني هي الثانية، والاحتمال الثالث الثالثة. معنا 30 ثانية وتفضل معك الوقت. الدولة السعودية الثانية. كفو. برافو. كفو. مبروك. أحب سرعة البديهة وأحب الإجابة السريعة. يعطيك العافية. أكيد راح سعيد. كم كسب معانا؟ كسبت 4000 ريال.